طبعا الحمد لله بشكر، طبعا بشكر ربنا وبشكر اللعيبه وبشكر كل اولاء الامور المتواجدين، واللي حتى الفرق اللي مش موجوده بتلعب في النادي كلهم متواجدين هنا، وطبعا شكر ربنا والحمد لله. الولاد تعبوا زي ما قلت لحضرتك، لعبنا 3 ماتشات في الادوار التمهيديه كل شوط 40 دقيقه، ولعبنا دلوقتي 4 ماتشات كل شوط 50 دقيقه، فالولاد كانوا رجاله زي ما حضرتك شفت، في لعيبه كتير جدا كانت مصابه، والحمد لله ربنا كرمنا. ويمكن انا قلت لهم كلمه، قلت لهم طول ما انتوا هتعبوا ربنا يكرمكم، الحمد لله بفضل الله النهارده ربنا كرمنا وخدنا البطوله الحمد لله. هو توفيق ربنا الحمد لله، ويمكن الاولاد كانوا الحمد لله رجال قوي ونفذوا اللي احنا قلنا لهم الحمد لله. احنا الجهاز الفني كابتن اسامه زكي وكابتن زكريا حسين وكابتن علي، الحمد لله كلنا كان عندنا يقين ان احنا ربنا يكرمنا، ان احنا السنه اللي فاتت ما خدناش البطوله، لكن السنه دي الولاد عملوا مجهود جامد قوي. يمكن حضرتك قلت لك وانا بلغت حضرتك السنه اللي فاتت، قلت لك الولاد من الملعب يوسع الموضوع يختلف معاهم. وطبعا بشكر كل اللي شارك وحتى اللي ما شاركش، بقول لهم كلنا كسبنا الحمد لله النادي الاهلي، وفرقة 2006 الحمد لله 2007 هي اللي خدت البطوله الحمد لله، وان شاء الله كده عقبال كل سنه باذن الله. طبعا لا، نادي الزمالك طبعا فريق كبير طبعا، وانا بشكره على الاداء دون، وبشكر لعبته وعلى الروح اللي كانت متواجده بين الفرقتين. احنا الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله، احنا كنا حافظين الشغل كويس، احنا قعدنا اتفرجنا كتير جدا على فرقه الزمالك والحمد لله تمام، ربنا كرمنا. ويمكن عندنا برضه شويه اصابات وربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فضل من عند ربنا، من اول البطوله واحنا مركزين، ومن اول السنه واحنا مركزين في البطوله دي، لانها بطوله مهمه. يمكن دي تعتبر بطوله مجمعه او بطوله الجمهوريه، الدوري اللي احنا بنلعبه دوري منطقه الى حد ما ضعيف، احنا كنا مركزين في البطوله دي، فالحمد لله رب العالمين. يعني جامعه انديه كتير، الزمالك، المقاولين، انبي، الاسماعيلي، الحمد لله رب العالمين كنا مركزين، وكنا مركزين في البطوله دي، خاصه ان احنا بقالنا سنتين ثلاثه بنوصل للنهائي وما بناخدهاش. كابتن تامر حفي طبعا الشغل كله بيديني الخطوط العريضه، وانا بشتغل على اساس الشغل اللي بيدوه الكابتن تامر حفي. طبعا كنا محافظينهم من اول السنه، انا معايا قماشه كويسه اصلا، فرقه 2007 دي من احسن فرق النادي او من احسن فرق البراعم في النادي، عندي قماشه كبيره قدرت تساعدني ان انا اطبق اي تاكتيك، فالحمد لله رب العالمين. الاولاد من اول سنه استوعبوا الشغل بتاعي والحمد لله رب العالمين، فضل من عند ربنا. نادي الزمالك نادي كبير طبعا، واحنا وصلنا النهائي معاه السنه اللي فاتت، بس للاسف ما قدرناش نكسبه. فطبعا انت عارف ده ديربي بين الاهلي والزمالك، خاصه في السن الصغير دوت، الاولاد بيبقى عندهم الدوافع اكتر يثبتوا نفسهم. الحمد لله رب العالمين، اشتغلت من اول الدوره ان انا عايز اقابل الزمالك عشان ارد الاعتبار السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، والحمد لله ربنا كرمني فضل من عند ربنا وردنا الاعتبار الدوره السنه اللي فاتت. يعني جون جه كده، يعني معلش خطا تحكيمي، لكن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اقول لهم انتوا لعيبه رجاله، وهي دي شخصيه النادي الاهلي بتبان في المواقف الصعبه. يعني انا يمكن في المحاضره قلت لهم انا عايز لعيب شخصيه النادي الاهلي، فما شاء الله اللعيبه كلها 2007 فعلا نواه للفريق الاول ان شاء الله باذن الله. طبعا طبعا دي روح الفانيله بتاعت النادي الاهلي، وكل المدربين بتوع النادي الاهلي، الكابتن عصام والكابتن جمال، الكابتن فتحي مبروك من اول الدوره ما سبناش. يمكن كان في ماتش الاسماعيلي من ماتشات القويه جدا، اتقدموا علينا 1-0 وبعدين احنا اتعادلنا، وبعدين اتقدموا واحنا اتعادلنا وقدرنا نكسب تقريبا في الدقيقه الاخيره. كابتن فتحي مبروك شكر اللعيبه في المباراه دي بالذات، وشكر اللعيبه في مباراه النهارده، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.